بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن اليوم في صبيحة يوم 25 من شهر رمضان المبارك عام 43 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، وتكثر كما هو الحال في كل عام من يتناقلون مسألة إخراج زكاة الفطر نقدا أم إخراج زكاة الفطر طعاما. والأصل في هذه المسائل أيها الكرام الفضلاء أن يرجع الناس إلى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونرجع لكلام الأئمة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنرجع لكلام الأئمة وننظر في استدلالاتهم، والعلم رحم بين أهله. الجمهور من المالكية كما جاء ذلك في الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر والتاج والإكليل للمواق، الشافعية كما في المجموع شرح المهذب ومغني المحتاج، والحنابلة كما في كشاف القناع للبهوتي والمغني لابن قدامة، واختاره ابن حزم في محلى، قالوا لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر. وقال ابن حزم ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك غير ما فرض، انظر الآن لدقة الكلام، لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. انتهى من المحل. طيب الجمهور على ماذا استدل؟ نرجع الآن للدليل من الكتاب والسنة. ذكرنا من الكتاب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وإن تطيعوه تهتدوا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى غير ذلك. من السنة في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط. الأقط اللي هو يسموه المضير معروف. طيب ما هو وجه الدلالة في هذا الحديث؟ وجه الدلالة كما نقل ابن قدام في المغني أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة في أنواع الطعام، فمن عدل إلى القيمة فقد ترك المفروض. طيب وأيضا عند أبي داود وغيره، وصح العلامة الألباني في الجامع، وابن باز في فتاوى نور على الدرب، وابن المنقن في شرح البخاري، وحسن إسناده النووي، وقال فيه الدارقطني ليس فيهم مجروح في رواته، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام فرض صدقة الفطر طعمة للمساكين. انظر تأمل في الكلمة طعمة للمساكين، فتعين أن تكون طعاما لا نقودا، كذا قال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى. والقاعدة تقول أن ما كان فعله متاحا وميسرا في عهد النبي عليه السلام وتركه فدل أن الترك هو الواجب وأن الفعل هو المحرم، والناس يحتاجون المال في كل زمان وفي كل مكان، وهم في عهد الصحابة أحوج إليه من أي زمان مضى أو من أي زمان تلا، يحتاجون إلى المال، عصب الحياة. فلما النبي عليه الصلاة والسلام
حدد هنا أنها طعمة، وحدد أنها قال فرض وأوجب أن تكون طعاما. إذن هذا هو الواجب أن يقوم به الناس. وعن عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني إيش؟ يعني مردود، يعني لا يجوز. وجه الدلالة أن إخراج زكاة الفطر من غير الطعام مخالف لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون مردودا وغير مقبول. الأمر الثاني كما قال الشيخ ابن عثيمين أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لو أخرجها في غير وقتها المعين. كلام نفيس. والأصل في العبادات الحظر والمنع حتى يدل الدليل على الإباحة، وقد وضح الشارع أن تخرج ماذا؟ طعام. الأمر الآخر كما قال ابن قدامة في المغني، وأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير وشكرا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. طب إيش وجه الدلالة لكلام لقدامى أن نورده هنا؟ أنه قد بيّن الشارع الحكيم زكاة بهيمة الأنعام من جنس بهيمة الأنعام من الإبل والضأن والبقر والغنم، وبيّن زكاة النقدين الذهب والفضة أنها تخرج منهما، زكاة المال تخرج منهم من المال، زكاة الزروع وآتوا حقه يوم حصاده، وبيّن زكاة الفطر أن تخرج طعاما. وهذا هو الكلام، أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به الحاجة. وأن الأصل في زكاة الفطر أنها طعام، لأنه أكفوهم السؤال ذلك اليوم، يعني سؤال الطعام، وهي لفترة محددة. أما الذين يتكلمون مثلا على 3 كيلو أرز ولابد ويقول لك مثلا إن إخراج القيمة الناس يحتاجون إليه إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء، نقول يا أخي طيب هذا حظ أن يخرج زكاة ماله، أن يخرج زكاة الملايين المملينة التي عنده. ولو أخرج المسلمون زكواتهم ما وجدت فقيرا ولا محتاجا. فلما يقول لك مثلا الفقير حاجته للمال أكثر من الأكل، لو وصل إلى كميات كبيرة ربح بأقل الأثمان من أجل النقود، طيب ما يخرج زكاة ماله؟ هذا الغني الذي عنده الأموال وعنده الأرصدة من يخرج الزكاة؟ بعض الناس يأتينا يسأل يريد أن يتهرب من الزكاة. سائل قبل ذلك 10 سنوات ما طلع زكاة، 10 سنوات لم يخرج زكاة، ولما بين له أن عليه التوبة والأوبة إلى الله عز وجل، وأن الزكاة تخرج ولو بأثر رجعي، يعني بتخرج عن السنوات الماضية مع التوبة النصوح، وأنها لا تسقط بالتقادم، ظل يلاوذ طيب كيف أخرجها؟ أنا ما أنا متذكر كم كان عندي من قبل 10 سنين إلى غير ذلك. وهو عنده شركة وعنده محاسبون وعنده مراجعون إلى غير ذلك. فيابد أن احنا نحض الناس أن يخرج من زكاة أموالهم. فنأتي على مسألة زكاة فطر كلها 3 كيلو أرز أو شيء من هذا القبيل، ثم يكون كل هذا اللغط إلى غير ذلك، ويأخذ برأي للأحناف رحمة الله على الجميع، وهو رأي مرجوح لا تقم به الدليل، بل هو عبارة عن مجرد رأي فقط يخالف النص. والمطالب هنا عند التعارض أن يؤخذ بالنص، أن يؤخذ بالكتاب وبالسنة، ولا يؤخذ ولا تطرح ويؤخذ فيها برأي وقياس، ولا قياس مع وجود النص، ولا اجتهاد في وجود النصوص واضحة الدلالة. قال ابن قدامة رحمه الله أن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الرديئة مكان الجيد. كذلك يقول الشيخ ابن عثيمين: والنبي عليه الصلاة والسلام فرضها من أجناس مختلفة القيمة مع اتفاقها في المقدار،
يعني مختلفة القيمة، يعني تمر وأقط وزبيب وشعير وكذا، لكن كلها صاع، والصاع 4 أمداد من النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت القيمة معتبرة، انظر إلى الكلام النفيس، لاختلف المقدار باختلاف الجنس. لو القيمة هنا معتبرة، لأن التمر تختلف ثمنه عن الشعير، والشعير يختلف ثمنه عن الحنطة وعن القمح وعن الأقط إلى غير ذلك. فلو هنا القيمة معتبرة لكان قال خذوا نصف صاع من هنا، خذوا مد من هنا إلى غير ذلك، لكن كلها بقيمة واحدة في مقدار، ومع مقدار واحد. واختلفت الأجناس دلالة أن المقصود هو الطعام وليس القيمة. كذلك قال الشيخ ابن عثيمين أن إخراج صدقة الفطر من الدراهم مظنة لحصول الخطأ في تقديرها، فقد يخرجها بأقل فلا تبرأ ذمته بذلك. صحيح، لكن الصاع معروف، ولو أخرجها بزيادة عن الصاع برئت ذمته وزيادة. وقال أيضا أن في اعتبار القيمة إخراج للفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين، لكن لو جلسنا نطرحها فلوس اندثرت الشعيرة، معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها، يتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. وفعلا هذا الكلام كلام نفيس، سبحان الله. فإننا والله نفرح مع كل عيد فطر لما تريد أن الناس يكتالون بالصاع ويخرجون هذه الزكاة، وتظهر هذه الشعيرة وتنتشر بين المسلمين، وتنتشر بين المسلمين. وهذا هو الكلام في هذه المسألة، وإحنا يعني أطلنا الجواب لكي ننقل كلام العلماء. قال نووي، وأزيدكم، قال نووي في المجموع: لا تجزئ القيمة في الفطرة عندنا. وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر، والذي كما قلنا قال بالجواز هم الأحناف. قال أبو حنيفة يجوز، قال أبو حنيفة يجوز، ونقله ابن المنذر عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري. وقال إسحاق بن راهويه الحنظري وأبو ثور: لا تجزئ إلا عند الضرورة. وما في ضرورة، الحمد لله، يعني الضرورة ما في ضرورة الناس، والأصل فيها هنا الآن أنه طعمة للمساكين، وعلى الناس أن يخرجوا من زكاة أموالهم، أن يخرجوا من زكاة أموالهم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلنا لكم من الموفقين، من المقبولين، من المسددين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، واحفظ على طاعتك وليتي يا رب العالمين. وأيضا من الختام أن نقول، وأيضا من الذين قالوا بأنها لا تجوز أن تخرج نقدا، الشيخ بن باز رحمة الله عليه، الشيخ بن عثيمين كما ذكرنا في أقواله، الشيخ الفوزان، مع قول الجمهور. هذا ما تيسر إرادة وتيعد من الله على ذكره، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تمت على صوتي في صبيحة 25 من رمضان عام 43 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.